مساكم الله بالخير. في متابعات إخبارية لكوفيد 19 في الكويت وفي العالم، نلقاكم اليوم بمتابعات جديدة ومتجددة، بدايتها محلية تتصدرها أرقام وزارة الصحة. رقم المتعافين يقفز إلى 111 حالة، فيما الإصابات الجديدة بلغت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 855 حالة، 21 حالة منهم تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة، فيما بلغت الحالات تحت بند التقصي الوبائي 6 حالات، وتبقى الوفيات في البلاد حتى اليوم وفية واحدة. اعترافا بدورهم وتقدمهم في الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من جائحة كوفيد 19، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، غرد معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح على صفحته في تويتر بالشكر والثناء للفرق الطبية والمساندة الذين وضعوا نصب أعينهم واجبهم تجاه علاج المرضى وتوجيه الأصحاء للبعد عن شباك الوباء، فشكرا لهم منا جميعا. حملة غادر بأمان اليوم الثالث على التوالي، وزارة الداخلية تواصل المرحلة الثانية من استقبال مخالفي الإقامة في البلاد وهم من الجالية المصرية، وحرصا من دولة الكويت وإيمانها التام بالجانب الإنساني لهذا الأمر، فحملة غادر بأمان توفر الإقامة الكريمة للمخالفين بمراكز الإيواء حتى موعد مغادرتهم للبلاد ودون توابع قانونية. المخالفون لقرار حظر التجول الجزئي أمس كانوا 9 حالات، 7 مواطنين واثنان من المقيمين، ليكون مجموع عدد المخالفين منذ بدء تطبيق الحظر الجزئي 194، منهم 107 مواطنين و89 مقيمة. إنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، فسيجعل الله بعد عسر يسرا، أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويحرسه بكريم عنايته. كوفيد 19 في العالم يواصل تمدده الجغرافي وتصاعد العدد، الإصابات المؤكدة تلامس سقف المليون ونصف المليون، فيما مجموع الوفيات تجاوزت 82,000 حالة وفاة مقابل أكثر من 300,000 حالة شفاء، وأكثر من مليون شخص يتلقى العناية الطبية. الأرقام طبعا لا تقول كل شيء، لكنها مؤشر لمن يتابع المؤشرات ويحلل مسارها وتداعياتها. التشدد في التدابير الوقائية من كوفيد 19 تبدو نتائجها إيجابية ومشجعة في إسبانيا، حتى وإن كان لا يزال المشوار طويلا، ما يستوجب التركيز على إيجاد المرضى في المراحل المبكرة من الإصابة. وبالرغم من كل التدابير، إلا أن الاتجاه العام يسير نحو المرحلة الثانية من انتشار كوفيد 19، مع إعلان السلطات الصحية أن حوالي 20,000 من الطاقم الطبي في إسبانيا مصابون حاليا بالفيروس التاج الجديد.
فرنسا تتخطى عتبة 10,000 حالة وفاة، والخبر السار الوحيد هو أن عدد المصابين في العناية المركزة يستمر في التراجع بحسب الإحصائيات، غير أن الوضع العام يشير إلى تسجيل أكثر من 110,000 إصابة مؤكدة وسط حالة من الترقب لما ستحمله المختبرات العلمية من أخبار بشأن العلاج أو اللقاح المحتمل. لكن إلى أن يحدث ذلك، فرنسا تحبس أنفاسها في أعلى حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور وباء كوفيد 19. أحصت الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 29,000 حالة إصابة مؤكدة، ليتخطى العدد الإجمالي للإصابات 400,000 إصابة، إضافة إلى الوفيات التي بلغت نحو 12,000 حالة وفاة. الوباء يواصل حصد الأرقام في أمريكا، والرئيس ترامب يتهم منظمة الصحة العالمية بأنها كانت السبب في سرعة تفشي الوباء. إنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه المحنة، فسيجعل الله بعد عسر يسرا، يسر الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطننا العزيز وعن كافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويحرسه بكريم عنايته. السياسة تدخل مرة أخرى على خط الصحة العالمية. جو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي ونائب الرئيس السابق في عهد باراك أوباما يصوب سهامه في ظل أزمة فيروس كورونا باتجاه الرئيس ترامب. النقد يشمل تعامل الرئيس الأمريكي مع الوباء من حيث التصريحات والقرارات، داعيا الرئيس ترامب إلى ترك المجال للأطباء والعلماء لإدارة المرحلة. وحش كوفيد 19 يلتهم العالم جالبا معه اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية، إضافة إلى المرض والموت، وأصابع الاتهام تشير إلى الصين فيما يتعلق بتفشي الوباء. شخصيات عالمية دخلت على الخط بالغمز واللمز والتصريح. أمر غير أخلاقي وعنصري، هكذا وصف الادعاء الذي قدمته بعض الشخصيات بضرورة مساءلة ومحاسبة الصين لانتهاكها للوائح الصحة الدولية بشأن تعاملها مع الوباء. فيروس جديد يحتمل أن يتسبب في حدوث جائحة عالمية جديدة، رسالة واضحة تماما من الصين، هذا ما أكدته بعض المنظمات الدولية حول سرعة وشفافية الصين في التعامل مع الأزمة. كوفيد 19 يدخل شهره الرابع والجميع ما زال يتساءل من هو المسؤول عن تفشي هذا المرض القاتل، هل هو نقص الموارد الطبية والمعلومات أم اللامبالاة وعدم المسؤولية أم إنها أزمة صحية عالمية جديدة؟ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، لكن كوفيد 19 لا يعترف بذلك، فمئات الألاف من العمال فقدوا مناصبهم والبقية في الطريق كلما طالت الأزمة. صحيح أن الأزمة تلد الهمة، لكن فيروس كوفيد 19 كل الهمم منصبة على الصحة لا على الاقتصاد. أكثر من مليار عامل باتوا مهددين جراء أزمة كوفيد 19، والحديث لمنظمة العمل الدولية. الدراسة الجديدة تحدثت عن تداعيات خطيرة وخسائر هائلة ستطول كل الفئات، والمتسبب فيها الشبح الخفي. المنظمة الدولية أشارت إلى أن التداعيات المسجلة إلى حد الآن تتخطى تأثيرات الأزمة المالية التي شهدها العالم بين عامي 2008 و2009، محذرة من أسوأ أزمة عالمية منذ
الحرب العالمية الثانية، فأعداد الذين باتوا عاطلين عن العمل يتوقع أن يتجاوز 25 مليون، يضاف إليهم 190 مليون شخص محرومين أصلا من الوظيفة قبل بدء الجائحة. وأكشفت المنظمة إلى أن نحو 1.25 مليون شخص قد ينتظرهم ذات المصير، إذ يعملون في قطاعات تواجه حاليا خطر تزايد التسريح من العمل والاقتطاع من الرواتب. وأخيرا وليس آخرا، دعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير منسقة واسعة النطاق لمساعدة أرباب العمل والعمال على تخطي الأزمة وإعادة الأمل لكثيرين أصابهم شرر كورونا نفسيا وإن تخطاهم جسديا. كوفيد 19 ما يمنع الذوق الراقي ولا يأثر على المزاج العالي. أندريا بوتشيلي سيغني الحياة والأمل لغد أفضل في إيطاليا المكلومة. سيصدح صوته في كل أرجاء العالم يوم الأحد المقبل انطلاقا من قلب المدينة العجيبة. ميلانو الجمال والأناقة والذوق الرفيع ما زالت صامدة. رمضان في عز كوفيد 19 بين الريبة والرجاء، تتأرجح قلوبنا جميعا نحو الأمل في أن نصوم الشهر الفضيل في أحسن حال، وأن يعم أرجاء المساجد صوت القراء في كل الصلوات سيما في صلاة التراويح. القلوب المعلقة بالمساجد تهفو إليها كل يوم، ولسان حالها يقول: عسى صمت المساجد ما يطول ونسمع القرآن في البيت الحرام، يكتبها الرحمن والغمة تزول وترجع صفوف البشر خلف الإمام. في رحاب المساجد تتعانق القلوب بالدعاء والرحمة. رمضان على الأبواب، لا يصلنا عنه إلا أياما معدودات، فاللهم بلغنا رمضان وارفع عنا هذا الوباء ليعود إلى المساجد كل من تعلقت قلوبهم بالمحراب. إلى غد أجمل بإذن الله، في أمان الله.